صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربع 5 سبتمبر 2018. بتمنى لكم يوم جديد مليان بالخير والصحة والسعادة، وأتمنى تتابعونا عبر فقرات برنامجنا المختلفة من خلال أرقام التليفونات اللي بتظهر دلوقتي قدام حضراتكم على الشاشة. عن فقرات برنامجنا النهاردة كالعادة، أول فقرة معانا باكرا يا ربي تسمع صوتي، ومن فقراتنا كمان فقرة الصحافة الدنيا فيها إيه، نتجول في صحف وأخبار النهاردة. النهاردة إن شاء الله كمان عندنا فقرتين رئيسيتين، فقرة فيهم يعني نتكلم عن العنف داخل الأسرة، وعايزين ناخد خطوة كمان أكبر من كلمة العنف، الجريمة داخل الأسرة. بقينا في عالم عجيب جدا وعالم غريب جدا، وبقينا نسمع عن أب يموت عياله الاتنين. يعني في ناس بتتمنى يبقى عندها طفل وتستناه بالعشرة والخمستاشر والعشرين سنة، وأب ربنا يديله طفلين زي القمر وياخدهم يرميهم في النيل. جريمة، جريمة بشعة وجريمة صعبة جدا. أم تقتل ابنها، أب يقتل يعني يقتل عياله زي ما قلت. ممكن نلاقي يعني حاجات كتير من هذا القبيل، جريمة كبيرة جدا. ويمكن من فترة كمان كان واحد قتل أمه، يعني علامة استفهام كبيرة جدا. الجرائم اللي هي الحقيقة مفزعة، مش تدخل بس تحت بند ان هي جريمة واللي عملها يتحاكم وكده، لا، هي بتبقى جرائم مفزعة الحقيقة للإنسان نفسه، لأن هي طبعا كل جريمة قتل ما فيهاش نوع من الإنسانية. لكن يعني نوصل إيه ان اب او ام يقتل عياله، يعني ازاي ده كنا يعني عمر ما حد يسمع عن كده. وكان من فترة يمكن كبيرة شوية كان في أب قتل عياله كلهم وقتل مراته وقتل الأسرة كلها، وبعد كده هو مات قبل ما يتحاكم. حاجات عجيبة وحاجات غريبة. فالنهاردة نوصل لمرحلة إيه اللي خلى الجريمة تنتشر وسط الأسرة. ده الواحد لما يبقى عنده مشكلة بره بيتدارى كده ويستخبى في عيلته ويستخبى في أسرته يتحمى فيهم، ويبقى هما بالنسبة له الظهر والسند. إزاي يعني توصل إن هو يقتلهم حتى لو في مشاكل، حتى لو في اعتداءات؟ هل المخدرات، هل في حاجات بتغيب العقل ممكن الواحد يوصل للمرحلة دي؟ نتكلم عن الموضوع ده النهاردة باستفاضة. كمان عندنا موضوع نتكلم فيه النهاردة وأعتقد كمان يعجب حضراتكم بشكل كبير. النهاردة نتكلم عن المعتقدات اللي بتبقى في دماغنا، أو اللي هما بيسموها الصورة الذهنية وأثرها على سلوكياتنا. يعني أنا لما أكون واخد فكرة عنك أن أنت بخيل جدا وأجي أتعامل معاك تلاقي سلوكي معاك يتغير. ليه بقى؟ لأن أنا مكون صورة ذهنية عنك، أو عندي باك جراوند بتاعي أو يعني الخلفية اللي في دماغي عنك أن أنت بخيل جدا، أو أن أنت شخص بأي حد بيستفزك، أو أن أنت شخص متسرع جدا، أو أن أي كلمة هقولها لك هتنقلها لأي حد. أبقى واخد حرصي، أبقى سلوكي بيتغير كتير جدا لو أنا عارف بعض الحاجات عنك. إزاي يبقى الصورة الذهنية اللي في دماغنا عن الأشخاص نقدر نغيرها أو نقدر نعدلها، وإزاي بتأثر بشكل أو بآخر على سلوكياتنا المختلفة في تعاملاتنا اليومية؟ أعتقد كمان ده موضوع مهم وإن شاء الله يعجب حضراتكم. بتمنى فقراتنا النهاردة تعجب حضراتكم بشكل كبير. قبل ما أخرج لفاصل حابب بس أنوه لحاجة بسيطة يمكن زمايلنا امبارح اتكلموا فيها في برنامج في النور. الكنيسة جردت أحد الرهبان، الراهب يعقوب المقاري، لسبب بسيط خالص، إن هو مش لسبب بسيط يعني، لسبب كبير، إن هو قام بعمل دير ورفض إن هو يسلم الدير للكنيسة، وبقى دلوقتي صاحب دير، مش رئيس دير، بقى صاحب دير بقى يعني. والدير ده موجود في وادي النطرون جنب دير البراموس، اسمه دير الأنبا العذراء والأنبا كراس. هذا راهب خالف كل قواعد الرهبنة، وجي قرار التجريد أو قرار الشلح للراهب بعد سنين، ربما مش أيام، سنين من المشاورات وسنين من الكلام مع الأباء الأساقفة والأباء المطارنة، ورفض الانصياع ورفض الطاعة للكل، مع أن أول يمكن نادر للراهب هو الطاعة، هو الطاعة. فعشان كده الكنيسة أخذت القرار بالتجريد.
مش قصدي اتكلم النهارده عن قرار التجريد، يعني ده اكيد حضراتكم عرفتوه خلال اليومين اللي فات، لكن عايز اتكلم عن حاجه تاني. هو مين اللي ادى الراهب فلوس ملايين عشان يبني دير؟ احنا. هو مين اللي ادى الراهب يبني كاتدرائيه كبيره جوه الدير ده؟ احنا. هو مين اشترى الارض دي اللي بملايين وتقدر يعني الارض بالمباني بحوالي 25 مليون؟ احنا، انا وانت معانا فلوس بدل ما بتبرع بيها في مكان معروف او كنيسه معروفه او دير يعني متعارف عليه او دير الكنيسه بتعترف بيه، بروح ادي لفلان عشان ابونا عشان يبني الدير. طب انت ازاي احنا ندي لنفسنا الحق ان احنا نتعامل مع اماكن الكنيسه ما بتعترفش بيها، الكنيسه مش معترفه بيها، احنا بندفع فلوس، بالعكس احنا بندفع ملايين، وفي الاخر خالص بنعمل مشكله كبيره وبنعمل مشكله في الداخل داخل الكنيسه، وبنبقى احنا طرف في المشكلة أو إحنا لينا دور في المشكلة الكبيرة اللي حصل. ما تقولش لا أنا ماليش دور، هو اللي خالف وهو اللي عمل. ما أنا وإنت لينا دور، ما إحنا وأنا وإنت اللي دعمناه بالفلوس وخلينا الذات عنده تكبر جدا وبقى يبقى هو صاحب الدير. عارف لما تبقى كده صاحب بيت ولا صاحب عمارة، هو بقى واخد الدير كده. وامبارح نشرت اخبار وصور ان هو رسم رهبان، كمان الرهبان اللي اترسمه، ازاي تروح تقعد في مكان مش معترف بيه؟ ازاي انت كطالب رهبنه تقبل ان يرسمك حد مجرد او مشلوح؟ ازاي تعمل كده؟ يمكن انت ممكن تكون اترفضت في دير او في اخر، ومتروح تترمي في حضن حد مش معترف بيه ومكان مش معترف بيه وشخص مش معترف بيه. لا، احنا بنشارك في كل سلوك خطأ. الكنيسة أمانة مش في رقبة الآباء ومش في رقبة سيدنا البابا ومش في رقبة الآباء الكنيسة بس، لكن في رقبتنا احنا كمان. احنا لما بيبقى في حاجة غلط بتحصل احنا مشاركين بشكل أو بآخر. من فضلكم أرجوكم محدش يتعامل مع أي مكان مكتوب عليه كلمة دير وهو مكان مش معترف بيه، وأنا أعرف بدل الدير 10 وحضراتكم عارفين، وبروح ألاقي وبعد كده ألاقي الدنيا زحمة، الناس بتروح والناس تقول لك أصله بناخد بركة، أصله في أجساد قديسين جوه، أصل أبونا فلان دمه خفيف، أصله مش عارف مين كويس، دول الناس فوق راسنا، دول كل الناس فوق راسنا. لكن ما تتعاملش مع مكان مش معترف بيه، ما تتعاملش مع مكان فيه ناس مش معترف بيهم. نساعد الكنيسة، نساعد الآباء، نساعد سيدنا البابا. الكنيسة أمانة في رقبتنا كلنا. ربنا يحفظ الكنيسة ويحفظ بابا الكنيسة وكل الآباء. بس ده حبيت يعني أشاور لحضراتكم عن الموضوع ده كده في بداية يوم جديد. أخرج لفاصل قصير وأرجع معاكم، وباكر أن يا رب تسمع صوتي. صباح النور. ده عمو بشارة. ده عمو مايكل. يا ترى هنروح معاهم فين؟ 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 حديقة الحيوان، الزقازيق، بني سويف، مستشفى 57، 53، فايد، نادي أمون، جنها، بيبا والفش، بيت إلهنا، المنيا، الريف الأوروبي، الغردقة، العذراء المعادي، اسكندرية. مش بس كده، ده فيه أماكن تانية كتير. استنونا برنامجنا لكل آلاف من الناس كانت تسألني عن بيت على الصخر، حفرت في قلوب الناس اسم بيت على الصخر.
المؤشرات اللي تنبئ بنجاح الجواز وإيه المؤشرات اللي تنبئ بفشل؟ يعني مهم يكون الرجل وزوجته متعاونان. طب ما يمكن بعد الجواز يتغير. تتجوز عشان تفرح، تتجوز عشان تفرح غيرك. كان نفسي أفرحه بعين وفي نفس الوقت مش قادر. ياما الزواج ضيع ناس. أنا وهي بقينا واحد، وأنا وأي شخص في عيلتي اتنين. يوم ما تمد إيدك عليا هذا غير مقبول تحت أي ظروف. هو قتل جوايا أي مشاعر كنت واخدها ملاك، إيه اللي غيرها؟ يعني كده إحنا قدام علاقة زوجية بتتدمر، الحل بيكون إنك تحسس زوجتك إنك حاسس بيه. أفضل إنها لا تتزوج من إنها تتزوج زواج فاشل. أصعب سنة هي أول سنة، أول سنة جواز. لكن لو ما فيش صراحة لا الماضي معروف ولا المستقبل مضمون. برنامج بيت على الصخرة تشاهدونه في الأوقات التالية. جميل جدا ان احنا في بداية يوم جديد كل واحد فينا يفكر في البداية، البداية الحقيقية لحياته. ممكن تكون البداية دي هي بداية او يوم جديد في حياتك، وممكن تكون بداية طريق جديد في حياتك، اول يوم في الشغل، اول يوم في الدراسة، اول يوم في الجواز، اول يوم في الخطوبة. اول يوم دايما بيبقى له او البداية دايما ليها كده تأثير كبير جدا على شخصية الانسان وعلى تفكير الانسان. ما اجمل ان تكون البداية قوية، ما أجمل أن تكون البداية مع الله وفي يد الله. جميل أن كل يوم نبتدي جديد هو فرصة جديدة الحقيقة ربنا بيدهلنا عشان نعيش ونعيش معاه. كل لما نقوم الصبح كده نلاقي النفس لسه داخل وخارج، نعرف أن دي فرصة جديدة ربنا مدهلنا. لأن دايما ناس بيجي صحاها الصبح النفس اللي داخل والخارج ده ما يبقاش موجود وتبقى الحياة انتهت. جميل أن ربنا بيدينا يوم جديد، يا رب يكون يوم جديد مليان خير وبركة وفرح للكل. أهلا وسهلا بحضراتكم، أول فقرة معانا. باكر أن يا رب تسمع صوت، اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي بشرفني الأستاذ إسحاق جورجي الخادم بكنيسة القديس العظيم مرجرجس والبابا ديسكوروس بالخصوص. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورنا. الله يخليك. نشوف مع حضرتك والسادة المشاهدين آية جميلة قيلت في رسالة معلمنا بطرس الأولى ونرجع لحضراتكم تاني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة، سلام لكم جميعا الذين في المسيح يسوع، أمين. ورجعنا لحضراتكم تاني، وآية جميلة نتأمل فيها النهاردة مع حضراتكم من رسالة بطرس الأولى. لو حضرتك حابب تدينا فكرة في الأول عن الإصحاح أو الرسالة. هو الإصحاح هنتكلم في مضمون الإصحاح من ناحية روحية. البداية نتعرف على مضمون الرسالة. إيه هو مضمون الرسالة؟ مضمون الرسالة أن القديس معلمنا القديس بطرس كتب الرسالة دي، هي رسالة تعزية، رسالة فرح، رسالة رجاء لكل المؤمنين المتضايقين المشتتين المتألمين في كل العالم. تمام. والرسالة دي كمان ليها أهمية كبيرة في الكنيسة عندنا وفي حياة كل المؤمنين. تمام. لأن هي بتعالج مشكلة موجودة في كل العصور في الكنيسة، وهي مشكلة الاضطهاد والألم والتشتت والضيق. تمام. والقديس بطرس كتب الرسالة دي عشان يبعث في يبعث في المؤمنين روح الرجاء والتمتع ببلاد جديد اللي هو بقيامة السيد المسيح من بين الأموات. حلو خالص.
تمام. عشان كده بيأكد في رسالته ان احنا في بقيامة السيد المسيح ما بين الأموات ان احنا دخلنا عهد جديد وعصر جديد. تمام. والعهد الجديد والعصر الجديد دوت احنا انتصرنا فيه على كل الألم، على كل الضيق، حتى على الموت. تمام. بقيامة السيد المسيح من الأموات. تمام. عايز أكلم حضرتك بقى ونبتدي كده نتجول في الآية الجميلة دي، سلموا بعضكم على بعض، سلموا بعضكم على بعض، يقصد إيه بيها؟ وهل يشير فيها للسلام وإزاي ده يحصل يعني؟ بص يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، القديس بطرس السلام هنا نوعين، في سلام عابر وفي سلام اللي هو بالمصافحة. فالقديس بطرس دايما بيأكد في الرسالة على سلام المصافحة. تمام. يعني ممكن أعدي على حضرتك أقول لك صباح الخير وأمشي. أي. لكن القديس بطرس عايز يأكد إن هو بيقول عايز أعدي عليك أقول لك صباح الخير، إزيك، أخبارك إيه، عامل إيه، أحوالك إيه، أطمن عليك وتطمن عليك. حلو قوي. تمام. عايز كمان أقف أتكلم معاك، أبعث فيك رجاء، أخبار أسرتك إيه، أولادك عاملين إيه، ربنا طمنا عليك، أنت عامل إيه وأحوالك إيه، أنت كمان حتى رد عليا بنفس الأسئلة. يقصد بها إيه يعني؟ ليه هو عايز كده؟ طبعا هو المؤمنين عايشين في وسط ضيق وفي وسط ألم. أي. تمام. وعايشين في وسط اضطهاد، يعني كان في العصر دوت هم مطرودين من بلادهم وخارجين إلى أماكن أخرى. تمام. فالقديس بطرس عايز ان احنا في وسط الضيق وفي وسط الالم دوت ما نفقدش سلامنا وما نفقدش رجاءنا. طب هل ان انا يعني انا اسلم على كل الناس، اذا ان انا يبقى في علاقه محبه بيني وبين كل الناس، ازاي يكون بيني وما بين كل الناس هذه العلاقه من المحبه اللي تسمح ان انا اسلم عليهم باستمرار واطمن على اخبارهم واعرف احوالهم زي ما حضرتك بتقول لنا؟ ايه هو مفهوم المحبه؟ مفهوم المحبه رقم واحد، ايه هي علاقتي مع ربنا؟ ايوه. تمام. تمام. علاقتي مع ربنا شكلها ايه؟ تمام. علاقتي مع ربنا هتنعكس المحبه اللي جوايا. ايوه. تمام. هل انا علاقتي مع ربنا علاقه وطيده قويه، والعلاقة بتيجي مع ربنا بتيجي من خلال ان انا امارس كل الوسائط الروحية. حضرتك يعني ما ينفعش ان انا ابقى لي علاقة مع ربنا وماليش علاقة بالمسبح. صحيح. ماليش علاقة بالكتاب المقدس. ماليش علاقة مع اب اعترافي. ماليش علاقة بصلواتي، بأصوامي، بكل حاجة. كل دوت بينعكس عليا في الآخر ان يبقى في جوايا سلام داخلي. لو انا ما فيش كل الحاجه دي موجوده جوايا يبقى مش هيبقى في سلام داخلي، مش هينعكس معايا على المجتمع اللي حواليا. تمام. وازاي الواحد يصنع سلام مع الكل اللي حضرتك بتقول لي ان انا يبقى في سلام وان في مصافحه؟ ازاي الواحد يكون حريص ان هو يصنع سلام مع الكل، مع ان في ناس هبقى مختلف معاهم، مختلف معاهم في وجهات النظر، مختلف معاه في الجنس او اللون او الدين، في اختلافات ما بين او العقيده، ما بين كل او العقيده في اختلافات كبيره ما بين كل البشر، كيف نصنع سلام مع كل هؤلاء؟ تعال نتفق مع بعض. أيوه. ان عدم وجود سلام داخلي هيسبب للانسان الخوف والقلق والاضطراب. طبعا. عدم وجود سلام داخلي هيسبب للانسان الخوف والقلق والاضطراب. تمام. وده هينعكس على تعامله مع الناس او علاقته مع كل الناس. تمام. طب امتى يجي لي يبقى عندي سلام داخلي مع كل الناس؟ احنا قلنا ان لازم يكون في علاقه وطيده مع ربنا. لو في شخص انا مثلا في مشكله ما بينه وبينه، او متضايق مني او زعلان مني او اي حاجه، عايز اقول ان البدايه تكون من عندي. بدايه المصالحه تكون من عندي. أصلي من أجله، أحاول أن أنا لو هو مش عايز يقبل معايا كلام ممكن أجيب حد يتدخل في الموضوع ويتكلم معاه. صحيح. أدرب نفسي على أن يكون عندي سلام داخلي مع كل الناس، بالذات الشخص اللي هو بيبقى زعلان مني. سيدنا البابا شنودة عنده مقولة جميلة بتقول إيه؟ يتعاتب الصفي يتصلح وتنسى. يعني انا ممكن ان انا اعاتبه عن طريق اي حد هو يبقى وسيط كويس بيننا وبينه، او عن طريق الكنيسه
واصفي معاه كل الامور يا سامح وانسى. تمام. هنا بيأكد كمان ويقول بقبلة المحبة. بقبلة المحبة يقصد بيها ايه؟ قبلة المحبة. قبلة المحبة هي قبلة المحبة هي قبلة المصالحة. يعني حضرتك مثلا ممكن تلاقي وتقف في الكنيسة وتسمع الشماس بينادي من المسبح ويقول قبلوا بعضكم بعضا. أي. بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم. الشعب في الكنيسة بيعمل ايه؟ كلنا بنصافح بعض، اسلم عليك واصافحك وبوس ايدي ماشي. ده احنا كده بنقول لربنا احنا يا رب ما فيش بيني وبين اي حد مخاصم، ما فيش بيني وبين اي حد ضيق، ما فيش بيني وبين اي حد زعل. تمام. فلا جوه الكنيسة ولا بره الكنيسة ولا مع اي انسان مهما كان هذا الانسان. تمام. تمام. طب ازاي الواحد يحرص في حياته ان هي فعلا القبلة تكون قبلة المحبة؟ لان ممكن واحد يتظاهر بالمحبة وبقبلة المحبة، لان احنا نعرف ان يهوذا قبل المسيح فكانت قبلة من اجل الخيانة، كان في ظاهرها محبة ولكن هي كانت من اجل الخيانة. ففي قبلات كتير في حياتنا من اجل الرياء، من اجل الخيانة، من اجل المظهرية. ازاي يكون المحبة اللي انا بخرجها للاخر هي فعلا محبة حقيقية؟ عايز اقول لحضرتك حاجة، المحبة الحقيقية أو قبلة المحبة هنسميها قبلة المحبة، ما ينفعش إن أنا كإنسان مسيحي أستكمل صلاتي في الكنيسة وأنا عندي خصام مع حد. أي. ما ينفعش إن أنا أقرب إلى سر الإفخارستية وأنا عندي خصام مع حد. واخد بال حضرتك؟ ما ينفعش إن أنا يبقى عندي ضغينة وضيق من حد وأنا ممكن أخش الكنيسة وأقف وأتصلي وأتناول وأخذ بركة التناول وأخرج، لكن عشان أنا لما قبلة المحبة يبقى اللي جوايا هو اللي خارج أو اللي باين عليا. يعني أنا لما أتقابل مع حضرتك وأسلم عليك لازم أسلم عليك وأنا جوايا محبة من ناحيتك. صحيح. ما ينفعش أسلم عليك زي يهوذا ما سلم سيد المسيح أبو قبلة تسلم ابن الإنسان. صحيح. وأنا في جوايا الشيطان ضحك عليا، لا أنا بسلم عليك وأنا جوايا صافي وجوايا محبة. محبة حقيقية للكل. للكل. بغض النظر عن أي اختلاف ممكن يكون. مهما تكون الاختلافات. أي. ماشي. الله محبة. أي. ماشي. حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. سيد المسيح قال لنا كده، حبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. كمان آية جميلة أول اللي هي مفتاح العهد الجديد، هكذا أحب الله العالم حتى بذل، حتى لبذل ابنه الوحيد. ما حددش حد في العالم، قال لك العالم. ما شخص أشخاص أو شخص فئة معينة أو شخص حد مخصوص، لا قال لك أحب العالم. فالمحبة دي احنا استمدناها من السيد المسيح، ان احنا بنحب كل العالم، ما لناش مخاصمة مع انسان، عدونا الوحيد في الارض هو الشيطان. صحيح. لكن ما فيش مخاصمة بيني وبين انسان، بحب كل الناس مهما اختلفت عقيدتهم، مهما اختلف شكلهم، مهما اختلفت جنسياتهم، مهما اختلف لونهم، انا بحب كل الناس، لان احنا كلنا في الاخر خالص اولاد ادم وحواء. صحيح. وكلنا في المسيح واحد. طيب القديس بطرس يختم الآية ويقول سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع أمين. إزاي السلام اللي حضرتك كلمتنا عليه في الأول يكون سلام في المسيح؟ وهل في سلام بيبقى خارج نطاق المسيح؟ عايزين نتفق إن في نوعين من السلام، في سلام من الله وسلام من العالم. سلام العالم أكيد هيبقى فيه نوع من الغش والخداع، لكن سلام الله أنه أنا أسمع صوت الله من خلال السلام. واخد بال حضرتك؟ لأن الله هو مصدر السلام، هو رئيس السلام، هو ملك السلام. والسلام بالنسبة للإنسان هو عنصر مهم من حياة الإنسان.
وبدون السلام الإنسان ده يستقر ولا المجتمع هيستقر. صحيح. تمام. فالسيد المسيح يريد الإنسان السلام، وقال لتلاميذه لما أرسلهم قال لهم إيه؟ سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. السلام برضه هو الأنشودة اللي غنت بيها الملائكة عند ولادة السيد المسيح، وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. في بدء كل صلاة تقصية الأب الكاهن بيبدأ بيقول السلام لجميعكم، إليني باصين. السلام هي التحية اليومية اللي موجودة بين البشر والناس بعضهم مع بعض. السلام هو عنصر هام أيضا في الخدمة. السيد المسيح في إرساله للتلاميذ قال لهم إيه؟ وأي بيت دخلتموه قولوا سلام. صحيح. إحنا حتى نتعلم إن أي قرار بناخده في الكنيسة يقوله من أجل سلام الكنيسة، يعني لو القرار صح بس مش هيعمل سلام ما ماخدوش، يعني القرارات طبعا كلها تأتي من أجل سلام الكنيسة، وده اللي تعلمناه. بس برضه عايز أسأل حضرتك إن حياة السلام تعطي طمأنينة، تعطي طمأنينة للإنسان، إزاي الإنسان يكون مطمن في حياته مهما كان المشكلة كبيرة، مهما كانت المشكلة ضخمة زي جليات كده وأنا رفيع كده وسفيف زي داود واقف ويقول له اليوم سيحبسك الرب في يدي، طمأني مطمن يعني إن ربنا هيحبس الجبل ده كله في إيد داود الصغننة خالص دي، فإزاي الواحد يكون عنده هذه الطمأنينة وهذا السلام الداخلي؟ طب ما تيجي نحولها ونخليها حياة التسليم. حياة التسليم. ماشي. حياة التسليم، الإنسان يبقى عايش حياة التسليم. ليه سموه حياة؟ لأنها مستمر. أي. دايما مستمر التسليم. بسلم كل أموري لإرادة ربنا ومشيئته. فكل حاجة بعملها بقول له لتكن إرادتك لتكن مشيئتك يا رب في هذا الأمر. أي. وأقول له يا رب ضع يدك قبل يدي لأن يدك لا تخطئ أبدا. دي اسمها حياة التسليم الكامل. حياة التسليم دي هتنعكس عليا وهتديني سلام داخلي. هتديني سلام داخلي. فلما لما هتديني سلام داخلي هينعكس على كل المجتمع اللي حواليا وفي تعاملي مع كل الناس اللي حواليا. كمان في آية جميلة في الكتاب المقدس تقول ايه؟ أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. تمام. إذن أنا كإنسان مسيحي وروح القدس ساكن جوايا، وروح القدس اللي ساكن جوايا دي ثمار. الثمار إيه؟ هي المحبة، الفرح، السلام. يعني ثالث ثمرة من ثمار روح القدس هي السلام. يعني لما يقولنا أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم دي معناها إن إحنا مدشنين ففينا كل الصفات ما هو لله هو لينا، صح كده؟ تمام. يعني إحنا محبة مدشنين والسلام يعني والطمأنينة والفرح والفرح والهدوء والنفسي وكل هذا. تمام. يعني مدشنين يعني إحنا مخصصين لربنا. أي. ماشي. فعشان كده لما يجي يقول روح القدس ساكن فيكم ساكنة فيا، فأكيد الثمار روح القدس هتنعكس عليا في تعاملتي مع كل الناس. صحيح. تمام. تمام. يمكن يعني رسالة حضرتك تقولها لنا النهاردة في بداية يوم جديد، إزاي يكون نحمل رسالة سلام ومحبة للعالم؟ الآية كلها بتتكلم ما بين السلام والمحبة، إزاي في خدمتي أبقى بشيل رسالة سلام ومحبة؟ إزاي في الشارع بتاعنا في البلد بتاعتنا في أي مكان أنا بروحه بنشر رسالة السلام والمحبة للعالم كله بغض النظر عن جنس أو لون أو دين؟ في آية في الكتاب المقدس جميلة أوي أوي بس في العهد القديم بس مش متذكر مكانها فين، بتقول اجعل زمنك زمن الحب. فخلي كل اللي قابلك يبقى فرحان ان هو شافك، فرحان ان هو تعامل معاك. وهنا صغيرين كنا نسمع زمان يقول لك ايه انت مالك فرحان ليه؟ يقول له اكيد قابلت حد مسيحي النهارده. اي قابلت حد مسيحي النهارده، تلاقي انسان بشوش كده وابتسم بيشيع من روحه السلام، المسيح اللي جواه منعكس عليه. في كل شكله حتى في تصرفاته في تعاملاته مع كل الناس، فالمسيح اللي جوايا ظاهر. صحيح. فالمسيح لما يكون جوايا ظاهر اكيد هيبقى في سلام وفي طمانينه مع المجتمع مع الشارع مع البيت مع الاهل مع الاسره مع الكنيسه مع الخدمه مع الشغل مع كل مكان انا بكون متواجد فيه.
بنتمنى يتزرع فينا هذا السلام وهذه المحبة اللي بيهم نعيش مع الله وبيهم أيضا نعيش مع الناس. بشكرك جدا أستاذ حق جورجي الخادم بكنيسة الشهيد العظيم رجرجس والبابا ديسكورس بالخصوص، نورتنا وصباح النور. ربي يخليك، شكرا. شكرا جدا. ولسه معاكم مشاهدينا ولسه معانا فقرات أخرى في صباح النور، لكن بعد الفاصل.